أستطيع القول أننا استكملنا التحضيرات، التحضيرات اللوجستية التنظيمية والتحضيرات الجوهرية كذلك. سيحل بعد أيام بالجزائر من جديد الأمين العام لجامعة الدول العربية في سياق التشاور الذي ينظم عادة مع البلد المضيف، ومن المؤكد أن هذا اللقاء أن اللقاءات التي ستجرى مع الأستاذ أحمد أبو الغيث ستكون خاتمة الفعلية للمسار التحضيري. القضية الفلسطينية إذا سئلت عن أستطيع أن أؤكد أن الاجتماع سينعقد إن شاء الله قريبا هنا في الجزائر، وستصل الوفود الفلسطينية تباعا. هناك قبول شامل وجامع للدعوة التي وجهها الرئيس عبد المجيد تبون لكافة الفعاليات الفلسطينية، وقامت الجزائر بعمل تحضيري دقيق في الجزائر وفي غير الجزائر، كما نسقنا مع عدد من الدول العربية التي انخرطت كذلك في الجهد الرامي إلى دعم المصالحة الفلسطينية. فأستطيع القول أن المبادرة الجزائرية مدعومة عربيا ومدعومة بالطبع ومقبولة فلسطينيا.